كل هذه المحال المخصصة لتصليح السيارات وصيانتها ستصبح أثراً بعد عين بقرار بلدية الكوت في محافظة واسط، قرار سيهدد مئات العائلات في لقمة عيشها بعد إغلاق مصدر رزقها دون تقديم أي بديل بحسب أصحاب المحال الذين تظاهروا رفضاً للقرار الحكومي. بالخمسمائة عائلة وين يروحون ذولا؟ كل شيء ما وفرونا مجرد شيلوا والشفلات وراكم، الما يشيل الشفل يقلعه، يهددوك ما تروح نهد عليك سوات. أدري إذا تجيب عليه سوات والمحافظ يشيني، وين نروح إحنا؟ في المقابل قال مدير بلدية الكوت علي عبد الصيوان إن قرار إزالة هذه المحال الواقعة قرب كراج بغداد في منطقة الزهراء ومنطقة داموك جاء بغرض نقلها إلى مجمع صناعي سيتم تشييده على نفقة أصحاب المحال المهدمة. بالنسبة للأرض المخصصة إلى المحلات الحي الصناعي تم تخصيص ما يقارب 1500 محل، سوف يتم إعلانها عن طريق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، ويتكفل المستأجر ببناء هذا المحل اللي يكون عائد إليه، وسوف يكون هناك إيجار قليل بالنسبة إلى البناء. كلام مدير البلدية أثار استغراب أصحاب المحال من آلية إخراجهم دون تأمين البديل من جهة ومن شرط البناء على نفقتهم الخاصة من جهة أخرى. يا بهم رضينا احنا انا مال تقطع رزقي وانا اروح طيني قطعه بمكان زين احنا كنا بيش نبنيها اذا نريد نبنيها بيش نبنيها منو عنده احنا نشتغل ناكل ما نشتغل ما ناكل كنا صاحب شغل ايدينا يعني هسه انا يا صاحب مهنه اليوم ما اشتغلت منين اجيب فلوس. قرار الهدم لم يخضع لدراسة تداعياته وما سيسببه من مفاقمة معاناة مئات العائلات ضمن محافظة تقع في صدارة المناطق الأكثر فقراً، لتسهم الجرافات الحكومية الصفراء في رفع عدد العاطلين عن العمل تحت عنوان البناء والتطوير.